جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا وهو من أزد شنوءة كما عند مسلم أتى إلى مكة وسمع سفهاء قريش يقولون إن محمدا به ريح يعني به جنون فقال ضماد لعلي ألقاه وكان يرقي لعل الله يشفيه فلقيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقال ضماد أعد علي هذه الكلمات فأعادها عليه ثلاث مرات فقال سمعت كلام السحرة وكلام الكهنة وكلام الشعراء والله إن هذه الكلمات إنها لتبلغ ناعوس البحر أو قاموس البحر يعني لجة ووسط وعمق البحر أبسط يدك لأبايعك فبايعه ذكرها خطبة الحاجة في غير النكاح.